على كل مشاهدينا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا يوم حلو كده وخفيف ولطيف وفقرات حلوة، وأخيرا حلقة يوم الأربعاء اللي بستناها أكيد مع الزميل العزيز أحمد الخطيب. إزيك يا خطيب؟ إعلامية قديرة ومبجلة، وشفتوا الزميل العزيز تلوين أيوة لا كله لا. إلا كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عامل ايه يا خطيب؟ وداخله بحب الحلقه معايا. ليك وحشه والله، عشان مفتقداك الصراحه. ايوه والله انا طول الاسبوع عمال اقول لهم يوم الاربعاء، يوم الاربعاء نوره 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 يا نوره. والله طول الاسبوع عمال اقول لهم نوره نوره، وهم برضو بيبقوا منتظرين طبعا، لان برضو بيبقى في عشان يخلصوا مني، بيبقى في ضغائن وبيبقى في حاجات كده. مش عايز اتكلم يعني في الموضوع كتير، عشان يوم الاربعاء. طبعا كله طمعان في اليوم، كله طمعان في اليوم ده. اكمني الحلقه بتبقى فقره وتلت. لا، وبيبقى دايما فيها كده فقره فنيه، حاجه حلوه، فاهم؟ بيبقى يوم كده مترطب. ايوه الواحد والله بيحب اليوم ده. انا ببقى جاي والله باقي الايام سعيد، بس بيكون فيه سنه مضض بس. طيب خلينا نبدا زي ما معودين حضراتكم من الاخر الاول، وهيكون معانا فقره حلوه جدا جدا جدا. يا بنتي بطلي توتر، عايزه هيكون معانا فقرة حلوة جدا جدا، وهي فقرة موسيقية مع عازف العود مايكل أنسي. هيسمعنا بقى حاجات حلوة قوي قوي قوي، فانتظروه. حلوة، شفتوا الفقرة اللي جاية؟ احنا دلوقتي بقى معانا فقرة كده. ده الأربع، عشان كده طمعانين في الأربع. طمعانين فيه والله. يلا، المهم الفقرة بتاعتنا دلوقتي هنتكلم معاكم عن الصداقة، وإنه في دراسة بتقول إنه كل ما كان الاتنين قريبين من بعض أو اتنين صحاب قوي، بعد شوية وقت بيبقوا شبه بعض في التصرفات وبعض العادات أو في طريقة الكلام والحاجات دي كلها. وأعتقد إنه ده شيء بديهي، يعني حتى بيحصل مع بعض الناس المتجوزين، إنه يجوا بعد فترة كده يقولوا أنتوا إزاي شبه بعض كده، أو أنتوا شكلكوا إخوات قوي، أو يعني الشبه أو الروح أو الحاجات دي كلها بتبقى شبه بعض من كتر العشرة أو الطباع. نستنى بقى تكلمونا وتقولوا لنا رأيكم إيه في الموضوع ده، هل فعلا الصحاب القريبين بعد شوية وقت بيبقوا شبه بعض، ولا الموضوع ده مش حقيقي؟ بصي، الصاحب ساحب، بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب بقى يسحب على فين، على حسب بقى يسحبك على فين. فهو الصاحب ساحب، عشان كده هو فعلا زي ما انت بتقولي الدراسه كمان مش بتتكلم ان احنا بنبقى شبه بعض بس، لا ده هو او مثلا بنتكلم زي بعض، ده كمان الموضوع بيوصل بيتطور للطباع، ان انت خلاص بقى ممكن يكون تكتسب طبع من طباع صاحبك اللي انت شايفه فيه، فتلاقيه بقى تتكلم زيه، بقت تعمل حاجات زيه او زيها يعني. لكن الموضوع فعلا حقيقي جدا زي ما انتم شايفين اهو، انا ونوره اهو النهارده، الشبه غريب جدا. نفس المناخير. مناخيرنا هتلاقيها منمنمه كده، الحمد لله. ايوه بالظبط يعني كده. طبعا هي المشكله بتاعت الكاميرات عندنا اتش دي، فهتبين طبعا كل الانبعاجات. كل اللي مبعد. عارفين لو خطيب حلق دقنه وشعره بس ساحلين كده يبقى زي بالظبط. يا نهار ابيض. ايوه بالظبط. يعني بتهيألي انا من غير دقن وشعر شويه هتلاقوا ودنه وطلع لها بني ادم او مناخيره طلع لها. متخيلا المنظر هيبقى صعب. بس فهو الموضوع بتاع الصحاب فعلا بيكون تأثيره كبير جدا، لدرجه ان فعلا بتلاقي نفسك انت بقت تتكلم زي اصحابك، او كمان بتلاقي جروب من البنات شبه بعض، حتى في اللبس لابسين زي بعض، لفه الاشارب او الطرحه زي بعض، الاكسسوارات اللي بيلبسوها زي بعض، الخروجات بقت كلها واحده، فكل بقى بيطبع على بعضه. ده حقيقي. بس عايز اسالك سؤال، هل بتحس انه موضوع انه الصحاب يبقوا شبه بعض في التصرفات والطباع والحاجات دي كلها ممكن تعمل مشاكل بعد كده؟ مثلا انه حد يفتكر انه الطرف الثاني ده بيقلده، او ان هو بقى بيعمل نفس الحاجات او بيجيب نفس الحاجات او كده، ولا ممكن يتفاهم ان احنا من كتر ما بقينا قريبين فشايفك حلو في حاجات فعايز اعملها زيك او كده؟ لا، انا هقول لك على حاجه، ممكن ده يتحس، بس لو انا حسيته انا ببقى لو حد مثلا هيقلدني او انا بقلد حد، انا ممكن اقلده، بيبقى مثلا انا حابب اللي بيعمله ده. يعني انا حابب مثلا ان هو عمل الحاجه دي فعايز اعمل زيها، عايز البس زي مثلا ما هو كان لابس، او عايز اخش في مشروع زي ما هو دخل، الحاجات دي كلها. ده غير ان احنا بنشوف بعض، اصلا هنجيب منين يعني؟ هنجيب منين في الاخر حاجات نعملها؟ انت النهارده لما بتشوفي حاجه حلوه مع صاحبتك جايباها منين عشان تروحي تجيبي زيها، او تروحي المكان اللي انت بتعمليه؟ لكن لو فكر بقى ايه، ده عايز يقلدني، ده عايز، طب ما انت اكيد قلدت حد في اللي انت برضه بتعمله ده. بس
بس كده بس خلاص. اهو. يعني ما بيعملش مشاكل لا تقصد صح؟ انا اوكي. بالنسبه لي ما بيعملش مشاكل. طب هل حصل ان انت ليك كان حد قريب منك قوي وبعد شوية وقت حسيت ان انت وهو انا طول نسختين؟ الوقت كده، طول الوقت كده، طول الوقت بروح واخد كده من الناس اللي حواليا حاجات، بعض بعض اللي هو ايه بقلوده يعني. قلوده، مش قلوده بس بينضحوا عليا، فاهمه؟ فتلاقيني بقيت اتكلم زيهم، فتلاقيني بقيت طب بقول لك ايه، بحس انه في شخصيات هي بطبيعتها، يعني مش عايزه الموضوع يتفهم غلط، يعني هم فولورز لشخصيات تانية، وفي شخصيات تانية بتبقى زي ليدر، انه الناس هي اللي بتقلدها. انت بالظبط. بتحس ان انت اللي بتسيب بصمتك او صحابك مثلا ممكن يقلدوك في حاجات، ولا العكس انت ساعات اللي وساعات، بتجذب لا اكتر؟ ساعات وساعات، ساعات احس فعلا ان انا ممكن اكون حد ممكن يكون بيعمل زي وكده، وساعات تاني ممكن اكون حاسس ان انا باخد من ناس كتير اللي بيحصل. ما ادتنيش اجابه. انت بتضحك عليا ليه؟ عايز عشان ايه؟ حرون. بان عليا صح؟ مش قادره بموت. نورا نورا، اول ما الكاميرا بتقطع عليا بتوع بقى، يا جماعه يا جماعه مش قادر، ما مش قادر، بختص ما مش انا قادره بكلمها مش قادر. مش قادره. يعني حط نفسك مكاني يا عم كريم يا والله. المهم انه امبارح كان ثلاجه موز، فاهم؟ فاحنا والله احنا كده كده مفيش النمو معلش بيدخل عادي. معلش معلش، يلا الحمد لله الحمد بس انا شايف لله. ان الجو حلو يا نورا، انت بس مش عايز الموضوع. هو انت كل يوم اربع عليك حوار؟ قبل كده كان في ايه؟ ما كل يوم بقى بيبقى فيه كده، كل يوم اربع هيبقى فيه كده حاجة ما لازم نتكلم. بقى عشان نغذي العين ماشي صح؟ ماشي. حاجة في التكييف. طيب قول لي حاجة انت يعني كان حد قريب منك زمان واخدتها منه والحاجة دي لسه مكملة معاك لحد دلوقتي، سواء لازمة في الكلام، حاجة في لبسك، حاجة في لا هقول لك ستايلك. على حاجه بقى، انا عمي عنده لازمه كده غريبه جدا. عمك؟ فعمي ده بقى، انا طول الوقت كنت بشتغل معاه والكلام ده كله، فكنت بشوفه وهو بيتكلم الناس، فهو عنده مشكله ان هو يروح عاملك ازاي، ها واخده بالك؟ ويقعد يتكلم 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 في حاجات في المطلق مش موضوع واحد، فهمتي؟ ها خدت بالك كده؟ فانا عندي بقى، ها عندي دي شويه. اوكي. بس ايه ده اللي تصدق اركز فيها؟ ايوه ايوه لو ركزت فيها هتلاقي ها زي ما ها هتلاقي فيها كده ها؟ كتير. انت عارف المشكله ايه؟ ان انا ساعات بلقط حاجات لا اراديا، يعني ممكن دي تلاقيني ماشيه بقى ايه من ايوه ايوه مثلا، مش قصدي والله، بس اتريقت عليك كتير فيها لحد ما امتصتها انا. ربنا يستر والله على جو، عشان انت بجد يا ستار. يعني بجد كتر ما تتريق عليا الولا جو ده هيبقى في حاجات كتير احمد الخطيب، احمد احمد علاء. هتطلع فيه، لان انا طيب بصراحه مش عارف انت ليه بتعملي كده، مش عارف. معزه يا خطيب، معزه. طب مش عايز تتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه انا ولا عمال انت؟ اجاوبك، يعني عمال مبسوط بفكره ان انت ضيف وانا والله بسالك وكده. الفكره حلوه، فجاه كده حسيت ان انا مش قابض النهارده. ايوه انا بالظبط، جاي يعني ازاي؟ ما تحاول تشاركني، ايه ايوه. رايك؟ طب انا اقول لك على حاجه، قول لي على حاجه. انت في الجروب بتاعك بتاع البنات، بتاع صحابك البنات اللي هو عنديش عنديش جروب. لا حول ولا قوه، لا ما قول دي ما برضو النور دي ما قول. تتصاحبش. ما مش تتصاحبش. هفضح صحابي. بتعملوا ايه يعني؟ بتعملوا مثلا زي بعض كلكم كده، مثلا تروحوا عاملين زي بعض في حاجات معينه، ولا برضو بتفضلوا مثلا كل واحد فاكر انه ممكن يقلد، مش هلبس مثلا كذا عشان ايه ده فلانه هتبقى لابساها، الحاجات دي كلها بص على الضغائن دي. حسب، اقول لك على حاجه، مش ضغائن بس هو على حسب الشخصيات. يعني زمان مثلا كان ممكن انا واصحابي نبقى بنحب نلبس نفس الحاجات مع بعض، بنحب نبقى نفس الستايل، نفس الشكل، نفس طريقه الكلام، ما كناش بنتضايق من ده. بعد شويه وقت بتحس ان هو طبيعي، الشخصيه بتتغير وبتتطور مع الوقت، فمثلا انا هغير ستايلي، فلانه مش هتغير، مش عارفه ايه، فبتلاقي كل واحد ابتدى ياخد لنفسه شخصيه بستايل معين، بطريقه كلام معين. وعلى حسب هل انتوا فضلتوا على تواصل مع بعض ولسه بتتكلموا كده فيفضل نفس طريقه الكلام او نفس الحاجات اللي بتتكلموا بيها مع بعض هي، ولا كل واحد راح في حته فكل واحد بقى ليه شكل مختلف. حاليا انت مستني حاليا؟ اوكي. انه على حسب برضو الشخصية، يعني اللي هو لو في مثلا حد انا حاسة ان هو مش هيتضايق لو انا مش بقلده، بس اللي هو مثلا عجبني حاجة هي عاملاها او عجبني حاجة هي شارياها فهسأل عليها، لو هي حاساها مش هتتضايق من ده هعمل ده، لو حاساها هتتضايق لا ما مش بعمل ده. طب بقول لك ايه، لو انت النهارده مثلا عندك حد من صحابك بيتكلم بقى بالطريقه، يا بنتي شفتي
صاحبتي، عارفه لا مش هتبقى ازاي؟ صاحبتي اصلا. لا بجد. مش هقلد، مش ما افتكرش هنبقى مش لا صحاب. ما تفتكريش مثلا في يوم من الايام ان انت ممكن تكون عايزه تتكلمي كده، تخيلي نوره وهي بتتكلم ايه يا جماعه، لا ازاي انا امبارح عملت شوبينج كان هايل، والحاجات دي لا لا خطيره، حاجه خطيره. خطيرة، لا ما افتكرش ان انا اقدر اقول خطيرة، لا لا ما افتكرش. مش هتبقى حابه ان انت تبقي مثلا بتقلدي الناس دي او بتعملي زي الناس دي؟ لا لا بحب كده ابقى على طبيعتي اكتر. بس في حاجة مثلا لو بسمع حد في الراديو كتير وكل يوم مثلا وانا جاية في الطريق والحد ده ليه طريقة معينة كده، في اوقات ممكن تبهت عليا يعني، مثلا اللي هو يا خطيب بالحاجات دي، فدي انا مثلا بسمع ناس بدون ذكر اسماء فبيتكلموا كده فبضحك يعني فاهم، ايوه فغصب عني بقيت اقول كده اللي هو حبيبتي كده يعني. عطش عطش. عطش. الحاجات دي كلها. بس اني مش شايفه ان البنات عندهم مشكله التقليد، عندهم مشكله ان هم يقولوا ان بص احنا بنقلد. الولاد بحسهم ما بيتضايقوش من فكره ان احنا ممكن نبقى لابسين حاجه زي بعض هيقفوا يتصوروا بيها سوا، البنات ممكن يتضايقوا حتى لو ما يعرفوش بعض، وبنت مثلا لابسه فستان ولقيت حد تاني لابس فستان، الفستان ده ممكن ما يتلبسش فاهم. بس فاعتقد انه البنات عندها مشكله اكتر انه حد يبقى لابس زيها او حد يبقى كده، الولاد ما افتكرش يعني. اتاري برضو اهالينا زمان كانوا دايما يقول لك ايه، ما تمشيش مع ده هينضح عليك، هتبقى عامل زيه، هتعمل زيه، مش عارف ايه برضو. كل بقى خليل يصاحب خليلة. المرء على دين خليله. ايوه ايوه صح. ايوه بص مش عارف زمان كان ليا وجهة نظر انه لا عادي وكل واحد بشخصيته، وانه مش لازم عشان صاحبي بيعمل حاجه ابقى انا كمان بعمل زيها. بس دلوقتي مع الوقت اما ما بفتكر كده بحس انه لا احنا جرينا بعض في حاجات يعني، كل واحد كان في حته وعلى حسب ميول واهتمامات كل شخص ممكن يبقى هو اخذ اللي حواليه لنفس اهتماماته او الحاجات دي، اعتقد ان هي ممكن تأثر شوية. طب ومع يوسف مثلا، انت النهارده يوسف شايفه ان هو ليه ستايل في لبسه طبعا يا ليه جماعه. ستايل. يا جماعه نوره بتلبس جو حاجات، اللهم صل على النبي. يبقى يلا ارحمني بقى يا ابني بقى، ارحمني بقى. عارف يعني ربنا ده نعمه، بس عارف اللي هو عمال يبوظ يعني البتاع. بقول لك كويس ما تلبسيه طبيعي، لا لازم بقى انا ده بتاعي انا اعمل ده فيه بتاعي فعلا، انا حره ستايلي كده. انت النهارده دلوقتي لو مثلا شايفه يوسف قاعد مع برضو شباب بقى ان شاء الله ما يكون قاعد. لا بص كده. ما تسالنيش في حاجه ما حصلتش، عشان انا كنت بقول قبل ما اخلف ان انا في حاجات معينه مش هعملها، او ان انا مش اتعملت هبقى كلها بخنق اتعملت. ولادي، او ان انا مش عارفه هسيبهم براحتهم او كده. بس بعد ما اتحطيت في الموقف، طبعا هو لسه ولا ليه اصحاب ولا ليه خنقه ولا اي حاجه، بس لما بتخيل قدام ليه ليه طبعا صح هنا. الكنترول بالمخرجين بالمصورين. اما بتخيل قدام مثلا ان هو نازل لوحده حاسه ان انا هبقى خايفه عليه قوي. لو مثلا ليه صحاب هبقى عايزه اعرف بيعملوا ايه، بيفكروا في ايه، الحاجات دي كلها. فممكن من خوفي وقتها اتصرف غلط يعني، اتصرف بالطريقه اللي انا ما كنتش حباها. بس فما اقدرش احكم من دلوقتي بصراحه عشان يا حاسه ان لهوي انا يا هبقى نورة، وتخيلي كده بقى هو رايح المدرسة لوحده وانت بتبص كده من الشباك في الـ في الـ على الباص بتاع المدرسه، ولا هيجي ياخدوا تاكسي بقى. تاكسي ليه؟ تاكسي تاكسي تجمعوا مع بعض في المنطقه نشير. تجمعوا اعتقد ادم تاكسي. الموضوع ده ادم مش في باص دلوقتي او ان انا اوديه او كده، في حاجه جديده حصلت وانا ما اعرفهاش يعني. التاكسي ده او التاكسي ذات نفسه ايوه انقرض لا يعني. التاكسي اصلا هتلاقي بقى الشنط بتاعت الاطفال كلها فوق، فوق صح، ابو شبكه ده فاكره. فوق بشبكه كده، او العيال طالعه يا عيني من التاكسي عامله كده وبتاع. بس انا شايف بقى ان في سن كده وفي اطفال هتلاقيهم بيتاقلموا مع بعض وبيحبوا يعملوا زي بعض قوي، لان كل واحد بيبقى عايز يدور على قدوه معينه، كل واحد عايز يلفت النظر، فبقى شايف فعلا ان في حد قائد، حد في الجروب بتاعهم هو ده اللي مطلوب، هو ده اللي دايما مثلا الميس بتطلعه وتساله او بتديله هدايا عشان كويس او شاطر، فهو عايز يبقى زيه، فهتلاقيه بيبقى زيه في كل حاجه في الحاجات دي، فبيبقى بقى في مشكله دي. صح، هي فعلا مشكله لو في السن الصغير، انه لو الطفل او الشخص يعني اللي هو لسه لم ينضج، ما كونش اي فكره او اي حاجه، لو مش متاسس من البيت من فكره ان انت ليك شخصيتك وان انت ليك اهتماماتك وان انت في مبادئ معينه كده في حياتك، هيطلع عارف سفنجه كده عمال بيلقط اي حاجه من اي حته، بيمتص من هنا وهنا سمعت وهنا. الكلمه دي فين يا واد انت؟ اه مين اللي قال لك الكلام ده كده، الحاجات دي كلها؟ فحاسه ان هو هيبقى بلا هويه يعني، اللي هو ما ماشي واخد من هنا ومن هنا ومن هنا، بس هو ما فيش حاجه جواه.
بص انا كان نفسي بصراحة اكمل كلام تاني على الموضوع ده، بس انا للاسف دلوقتي مطلوب ان انا اطلع فاصل، اتفضل يا خطيب. فخلينا نطلع فاصل سريعا. بصوا بقى الكرياتيفيتي في طلوع الفاصل، امال يلا خش. نطلع فاصل سريعا انت بصيت لي انا ليه؟ كاميرا عشان هنا. بكلم، ما انا عارف، اه ماشي ما انا اتفضل. بكلمك دلوقتي عشان افرضي افرضي يلا يا ابني خلصنا. يا استاذ مش اللي هو الفاصل ده اطلع، هو انا اللي اطلع فاصل بسرعه عاجب ولا اخد وقتي عاجب؟ طب اطلع فاصل يا استاذ كريم، اطلع فاصل عشان نستقبل بعد كده يا استاذ مايكل انسي عشان هيعزف لنا على ود. اطلع فاصل. زي ما قلنا لكم ان احنا بقى بنختم اخر يوم في الاسبوع ختمه كده، ايه ختامها مسك زي ما بنقول، فمش هينفع نختم من غير سلطنه ومزيكا، بالذات ان معانا النهارده فنان وعازف بقى السلطنه كلها. يعني قبل ما نطلع هوا كان بيعمل تيست كده، مش عارف بقى اطلع هوا ولا نكمل معاه ولا ايه اللي هيحصل، فخلونا نرحب بمايكل انسي. عامل ايه مايكل؟ اهلا وسهلا. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. منورنا جدا. انتوا نوركم كفايه. حبيب حبيب. اقول منورنا يا مايكل. الله يخليك. النور. احنا لازم، احنا كويس ان انت معاك اتنين مذيعين بس. مين لو ثلاثه بقى برا لازم كلنا منورنا. لازم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي فرصه سعيده جدا. مايكل خلينا نبدا معاك كده من البدايه خالص، وبدايه عزفك للعود بدات من امتى؟ وهل كان في اله قبل العود واتجهت للعود ولا القصة بدأت منين؟ القصة بدأت من وأنا طفل، أنا بدأت من جوه الكنيسة، متربي على الألحان والترانيم في الكنيسة. وبعدين احنا بابا الله يرحمه هو اساس الموضوع كله، فهو بابا كان سميع من الدرجه الاولى يعني، فعلى طول البيت فيه الراديو شغال، الراديو شغال ولا مع التحليل بقى يعني، في استوديو تحليل. اه طبعا، بس ده ما ابتداش غير لما كبرت شويه. بس باباك كان موسيقي او حاجه ولا هو بس خالص؟ بس سميع سميع من اللي هو يخض يعني. وانا فهمت ده لما كبرت يعني، ما كنتش فاهم ايه اهميه ده. بس كان هو مسافر فترة ورجع جايب لي أورج زي كل الأبهات ما بتجيب للأطفال، وابتديت بقى أمشي إيدي عليه وأتعلم بحكم إن أنا بغني نوعا ما يعني، فبالودان كده وكان تمام الدنيا، لغاية لما في فترة كده جدي كان جاب لأخويا عود كده هزار، وهو ما عملش بيه حاجة وسابه باظ يعني، فأنا كنت بهزر معاه بقول له أنت ليه مش بتجيب لي أنا كمان عود؟ فلقيته يوم كنت في الجامعة كده صحيت لقيت عود في الصالون بس، ومن هنا بدأت الكلام ده كان سنة 2005. دراستك كانت ايه اصلا؟ وهل مثلا درست مزيكا عشان تعزف ولا كان بس بخبرتك السمعية والثقافة اللي اكتسبتها من باباك والحاجات دي كلها؟ البداية لا، انا دارس تجارة فرنساوي عين شمس. مؤخرا طبعا درست بقى في بيت العود وتخرجت من هناك، بس البداية لا، انا قعدت تقريبا 10 سنين نقدر نقول عليها سيلف ليرنينج يعني. مع نفسي الى ان حلو. وهل في اي الات تانية بتعزفها ولا عود بس لحد دلوقتي؟ بعزفها لا، بس ممكن امشي ايدي يعني على كمانجا تشيلو بيانو بس كده، لكن هو العود يعني. لا بس بص يعني اختار كام حاجه تمشيت الايد عليها برضو محتاجه مذاكره وصعب يعني، مش اي حد يمسك شيلو هيروح عازف ولا اي حد يعزف كمانجا هيروح عازف. ما هو الصوابع مش بعيده، هو نفس الفكر طبعا، التيونينج مختلف والاوتار مختلفه وكده، بس هي فكره عيله الوتريات يعني، حتى هو البيانو ما هو اله وتريه يعني. بالظبط. هي نفس فكرة بس الوتريات يعني، مش بقى في النفخ والحاجات دي لا، ما فيش نفس. لا ما فيش نفس خالص. وأنا أحب الوتريات عموما يعني. حلو جدا. طب إيه رأيك نسمع؟ نسمع؟ يلا نسمع. نسمع إيه؟ نسمع حاجة جديدة لسه خلصانة من قريب ولسه لعبناها، كنا في حفلة موسيقى اسمها شكوى، وهي يعني اي حاجة الانسان مش عارف يشتكيها يعبر عنها. فانا دايما لما بعرفش اعبر بمسك العود. احنا هنعيط بقى. لا لا مش للدرجة دي، دي ايقاعية ويعني في شجن شوية بس. أوكي. مش عياط. Thank you.
سلام. سلام سلام على مايكل. ده جزء منها يعني طبعا، هي اطول من كده. ده تاليفك كل المزيكا اللي احنا سمعناها دي؟ ده مشروعي بقى اللي هو حاله عود او مود اوف عود. المشروع ده بدا سنه 2019. انا اتخرجت من بيت العود سنه 2017، ابتديت المشروع، درست هناك فتره. ما قدرتش للاسف اواصل عشان الشغل والبيت، وكنت لسه مخلفين جديد وكده. ف نص 2019 كده طلع حاله عود. حاله عود ده هو كل ما عرفتش اعبر عنه بالكلام. عبرت عنه بالموسيقى، من بقى مشاعر لحالات ذهنيه لمواقف مريت بيها لقرارات ما عرفتش ابت فيها. كل ده طلع في الموسيقى. المؤلفات كلها بتتكلم عن كده. يعني عن في مؤلفات عن المرأة، يعني في مؤلف عملته وقت ما مراتي كانت حامل. يعني كنت بحاول، انا مش عارف اساعد يعني، بس بحاول يعني عايز اشارك بس مش قادر. انا هعمل لك حاجه بقى على قد كده. فحاولت اشارك ان انا اعمل موسيقى كده، سميتها كوني بخير. كان في فتره ما بين، يعني مش عارف اخد قرار ما بين الشغل العمل المهني والموسيقى، فطلع مؤلف اسمه مفترق طرق، وهكذا بقى. يعني كل المشروع. طيب حلو ده. بس اقول بس عشان كوني بخير، عشان كوني بخير. كوني بخير. هي بقى لما انت عملت كوني بخير بقت بخير؟ لا، هي ان شاء الله بخير. بس انا هجاوب على السؤال، ان هي اكيد بتتفرج. فانا هي بقى مراتك لما قلت لها حبيبتي انا عملت لك، مش عارف عملت لك اعمل لك ايه، فعملت لك كوني بخير وبتاع، كان هي احساس ايه؟ هل مثلا حبت الموضوع ولا ممكن قالت لك اغسل لي طبقين احسن عشان يعني ابقى هو بخير؟ لغايه قبل الخلفه كانت حابه الموضوع قوي. بعد ما خلفنا كل ما اسالها تقول لي انا بخير. اني بخير. فيعني ايه يابا احنا هناكل ونشرب. انا ما لعبتهاش من بعد ما خلفنا، ده كان قبل. خد شيل ابنك بس كده وانا بقى بالزبط. كويسه. فطبعا لا، موضوع يعني انا وهي ما كناش فاهمين، يعني محدش بيبقى مهما خدت كورسات واتحكى لك و انت ما تبقاش فاهم انت داخل على ايه غير لما بتجرب. فطبعا ربنا يعين كل الاهالي يعني على اولادهم. لسه نورا لسه نورا كانت بتقول الكلام ده. نلعب كوني والنبي سمعني كوني محتاجه اكون بخير. لا انا بتكلم بجد، عايزه سمعني. اولها بس اولها. يلا صدقيني رقيقه ورومانسيه. ده تسع شهور، خلي بالك تسع شهور بيقول لها كوني بخير. قول لنا المزه بتاع شهرين بس. يعني انا من قله ما لعبتها خاصه مش فاكرها، بس نفتكر يعني. طب عايزه اسالك سؤال يا مايكل، وانا بسمعها دلوقتي حاسه انه انت جواك في كلام بيتقال، بيبقى في فعلا صوت جواك او في كلام انت بتقوله؟ مش عارف هو ايه. بس مش عارف هو ايه. فهو ده اللي بيخرج. هو اللي يعني دايما في الحفلات اللي بنلعبها، حفلات مود اوف عود او حاله عود، دايما الناس تطلع تقابلني في الاخر تقول لي المؤلف ده حسيت بيه كذا، وده ما كنتش انا اللي قصده، بس ده اللي انا عايزه. كل واحد يسمع الموسيقى ويشوف هي هو وصلت له فين. يعني جايز هو حصل له موقف غير اللي انا يعني انا مش لازم الفكره اللي انا قايلها هي اللي توصلك. بس انت اسرح واسمع المزيكا وشوف هي هتودي لك فين. مايكل، انت بتشوف ان النهارده المصريين بيحبوا، احنا ما عندناش برضو قوي ثقافه ان احنا نقعد نسمع مزيكا، احنا لازم نسمع اغنيه، لازم نسمع كلام متلحن، ولازم نرقص والكلام ده كله. شايف لما انت بدات تعمل مشروعك وبدات تعمل مؤلفاتك، الاقبال بقى على الناس تسمع مزيكا عامل ازاي؟ الموضوع ده شائك. انا بتاع الحاجات الشائكه. لا، شائك لكل من عنده مشروع شبه ده. الاقبال، في اقبال. بس الاهتمام هو ده الموضوع. يعني المستمع يقدر يسمع، يقعد مزيكا، يعني يقعد يسمع قصدي مزيكا ويقعد يسرح معاها ويتخيل، بدليل انه حفلات عمر خيرت
يعني مكسره الدنيا. انت ما بتلاقيش تيكتس قبليها بثلاث اربع شهور قبل ما قبل ما الاعلام ده اول يعني اول حفله عمر بتكون خلصت قبل ما تقول خيرت. فطبعا الاستاذ عمر خيرت استاذ كبير جدا وكان يعني قبل مش بس انه بيعمل موسيقى انسترومنتال من اجل الحفلات، لا ده دراما و طبعا تاريخ كبير جدا. احنا مش بقارن بس قصدي على حته الاقبال، لا الاقبال انت عندك بس بقى الاهتمام انت لازم تفضل تحارب وتستمر ولا تيأس. وبالمناسبة عندي مؤلف اسمه لا تيأس، مش هلعبه لا بس لازم انت تفضل تحارب لغاية لما يتم تسليط الضوء عليك، ما تيأسش يعني اللي بيأس خلاص هو مش هيبقى موجود. لكن بالزبط. انا برد بس على حتة انه الاقبال او الاستعداد المستمع، يعني احنا في موجود. حفلات عملناها كان حضرها فوق، انا بالنسبة لي ده هايل يعني كان فوق مثلا ما بين 200 و300 واحد، ده انا بالنسبة لي ده حلو. جايين نسمع موسيقى عود بس، نسمع موسيقى الحفلة كاملة، حتى لما بنغني اغاني بنغنيها انسترومنتال يعني طبعا لازم بحط شوية اغاني عشان برضو المستمع اللي يجي يسمع 11 ولا 12 مقطوعة كلهم موسيقى بس ما يعرفش عنهم حاجة تقيلة. احنا في مصر برضو يعني وموروثنا كله غنائي بالزبط. يعني ما تعودناش نفتح حاجة نشغل المزيكا بس كلاسيك أو حتى الكلاسيك يعني فبس فهي بس انه نفضل نحاول لغاية لما يتم تسليط الضوء على الحتة دي. بس في مشاريع كتيرة طبعا دلوقتي الموضوع احسن من الاول يعني. اوكي، هل العود بالضرورة يكون كلاسيك بس او حاجة طربية كده بس، ولا ممكن يتوظف باكتر من شكل ويتسمع باكتر من طريقه؟ ده اوريدي حصل يعني، ده اوريدي حصل يمكن لما الاستاذ نصير شما جه مصر هنا هو ورانا الجانب ده، بس يمكن الجانب ده كان موجود من قبل كده بكتير، بس احنا عشان يمكن وقتها ما كانش فيه سوشيال ميديا ويوتيوب وما الى ذلك فاحنا ما كناش عارفين ان ده موجود. ده موجود في العراق من وقت طويل جدا، وفي استاذ كبير كان موجود هناك في يعني 1800 اسمه الشريف محي الدين حيدر، وده كان عازف تشيلو اصلا، وهو مسك العود عمل بيه كل حاجه ملهاش اي علاقه بالعود ومؤلفات اليه وتمارين واحنا درسنا الكلام ده في بيت العود. فالراجل اثبت ان هو اله يتم توظيفها زي اي حاجه، زي ما الكمانجا بتلعب اغنيه حزينه فانت بتعيط، او بتلعب كونشيرتو لفيفالدي ولا باخ فانت بتنبهر. فده نفس الفكره. فالاستاذ نصير لما جه مصر هنا ورانا الجانب اللي احنا مش شايفينه عن الاله دي، وكان بيعمل حفلات سولو وعود بس. كانت صح. الناس كانت التذاكر ستاندنج بتخلص والناس واقفه في الطرق، وانا واحد من الناس اللي لما انا ايه اللي بيحصل ده، يعني ايه واحد واقف على المسرح بيلعب عود لوحده؟ كنت بروح احضر في الساقيه ويعني مش مصدق اللي حاصل. بس ده يمكن حصل من قبل كده، وده ما يثبت انه العود لا بيتعمل بيه كل حاجه. انا نفسي لعبت كونشيرتو الفيفالدي ثلاث حركات مع رباعي او طرف، دي كانت اول حفله عملتها بعد التخرج على طول. يعني شاركت معاهم انه لعبنا كونشيرتو الفيفالدي كونشيرتو كلاسيك ثلاث حركات، والعود هو السولو هو اللي بيقول الكونشيرتو. الصعوبه في الكلام اللي بيقول مايكل ده ان الكونشيرتو ده بيكون متطلب الات اوركسترا، وبيكون اغلبه الحركه اللي هي زي مذهب او كوبليه او حاجه بيسموها الحركه في المزيكا الكلاسيك. هنكمل مع مايكل، لسه كلامنا كتير جدا، بس خلينا نطلع لفاصل سريعا ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم باقي فقرتنا، ولسه مستمتعين كده بعزف العود مع العازف مايكل أنسي اللي منورنا. أكيد بنرحب بيك مرة تانية مايكل. طيب احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن حالة عود، تمام؟ انت شاركت بحالة عود ده في منتدى شباب العالم السنة اللي فاتت. ايوه، احكي لنا كده بقى عن المشاركة وترشيحك كان ازاي. احنا حد من اللي بيلعب معانا بيركاشنز فادي عزت، اعتقد هو كان موجود من هنا، فادي هنا كان معانا من فتره، فادي حبيبي يعني، فقال لي مايكل هيفتحوا التقديم في المنتدى شباب العالم، قدم. انا قدمت في حاجات كتير قوي وعارف انه ما فيش اي حاجه بتحصل يعني، بالذات لما الناس تعرف حاجات كتير غير منتدى شباب العالم. يعني فقلت فادي قال لي اسمع بس كلامي وقدم. قدمت وتمام، وحتى كنت حاطط رقمي غلط، وبعدين حاطط رقم اخويا، فلقيت اخويا بيكلموني انت فين؟ قلت له ايه؟ قال لي شرم الشيخ. قلت له بجد؟ بس تواصلت، فرحت جدا يعني. التخوف بس انه الناس بتسمع انه حد بيلعب عود او يعني ناس ومعاهم حد عود فبيفهموا انه ده كلاسيك تخت يعني، فمش عايزين الجو ده. ف
فبس التنظيم كان فوق الرائع، الأوتيل، الناس، التنسيق، المسرح نفسه حاجة بجد حلوة جدا عالمية يعني. يوم البروفا كان حاجة خطيرة، واحنا بنعمل ساوند تشيك، واحنا بنعمل ساوند تشيك بقى الناس عرفت ان احنا مش تخت، بنلعب فيوجن يعني. كان عود وبيانو وبيس جيتار وبركشنز. ودي فرقتك على طول يعني، حتى لما بتعمل مشروع، بص احنا مش هي مش فرقه، هو احنا مشروع، فاللي موجود يعني حتى احنا دايما بنكتب يعني. اقصد ان دي العناصر بتبقى معاك، العناصر احنا اول ما ابتدينا تريو يعني، ابتدينا عود وبيس جيتار وبركشنز يعني، كأنه عود سولو. فانا بلعب من اول تريو لغايه تشامبر يعني، او أوكي. يعني بنعمل حفلات في الساقيه فيها مثلا 9 10 الات على المسرح، فانا دايما عندي، انا فلكسبل، ما عنديش فورميشن ثابت. أيوه. بس حبيت ان هو يعني الموضوع ما يبقاش كبير قوي وصغير قوي، فطلعنا رباعي كوارتات. الناس بقى لما سمعت في الساوند تشيك، انا فاكر حتى غيروا لنا ترتيب اللي احنا هنطلع فيه، خلونا احنا نختم اخر حاجه قبل المسرحيه بتاعت الاستاذ خالد جلال. وكان التفاعل بقى من الناس، انا كنت خايف يعني، الشباب شباب يعني، شباب ومن ثقافات مختلفه ومش من مصريين بس، بالظبط، وفي اجانب وفي فانا ما يعني احنا بنلعب وهنشوف. احنا من اول ما لعبنا الناس فاهمه المزيكا، فاهمه الايقاعات اللي بتتلعب. احنا انا دايما مزيكتي فيها ايقاعات كتيره، مش من الاول للاخر حاجه واحده. لا يعني مثلا ابتدت الناس تسقف، بنغير، بيسقفوا معانا، يتفاعلوا مع المزيكا. لعبنا مقطوعتين، واحده اسمها حل، دي هاديه وكده، ولعبنا مقطوعه هسمعلك طبعا في الاخر بتاعت ابني اسمها حياه، ودي صاحيه شويه كانها سبانش شويه كده. الناس كانت هتكسر الكراسي والستاره اتقفلت ورجعت اتفتحت تاني، لعبنا حته تاني. فيعني كانت تجربه الصراحه هايله جدا، واحنا كنا مبسوطين جدا انه في حاجه في مصر بتتعمل بالضخامه والحلاوه دي يعني. طب مايكل، قبل ما نعزف عايز اسالك سؤال. بما انك ذكرت بيت العود والاستاذ الكبير نصير شمل، لان هو طبعا مؤسس بيت العود، وكانت دي حاجه جديده علينا ان يبقى فيه بس مكان مخصص لتدريس اله العود، وكمان هو من ادخل التكنيك العراقي عندنا في مصر يعني. مزبوط. احنا دايما المدرسه المصري معروفه بعزفها وطريقه سماعنا، اللي هي نروح محاولين تحويله، فالناس يقول الله الحاجات دي كلها. ايوه، العزف الطربي نوعا ما نقدر نقول. رايحه، لكن المدرسه العربيه بيكون فيها شيء من التكنيك اكتر والروحانيه برضو فيها. انت استفدت ايه يعني، اضاف لك ده ايه في عزفك؟ قبل ما اقول لك هو ضاف لي ايه، انت المكان بتاع بيت العود ده قبل ما بيضيف لك كدراسه، هو انت لما بتروح بتشوف قاعد معاك حد من سوريا، وحد من اليمن، وحد من العراق، وحد من ليبيا، ثقافات وعزفهم وعفقهم ومقاسات ودانهم عامله ازاي، ومقاساتهم وغناهم واغانيهم. فانت لوحدك من غير اصلا ما تبتدي تذاكر، انت سمعت كوكتيل من الوطن العربي ده دخلك. أيوه. يعني ده بيأثر فيك، اتعمل لك بيلت ان في ودانك. الدراسة هناك الفكر مختلف تماما، هو بيحضرك انه ازاي تطلع تلعب حفلة انت البطل. فطريقة التمارين مختلفة، طريقة حتى المقطوعات يعني مثلا في مقطوعة مشهورة جدا مثلا زي لونجا رياض، يعني الناس كلها عارفاها. انت بتاخدها بطريقة انه ازاي لو هتطلع تلعبها لوحدك تلعبها بطريقة انه المستمع يكون ودانه معاك ما يملش. فدي دي دي ده الفكر اللي موجود. أيوه. هناك يمكن مختلف عن بقية المعاهد، في انه هو مش منهج بتخلصه في مدة معينة بتتخرج انت حتى ايا كان لا، هو زي تعليم مفتوح، فانت على قد ما بتشتغل على قد ما مستواك بيبان، فبالتالي انت بتفرض نفسك بتقول انا جاهز يلا عايز اتخرج. بالظبط. نسمع حاجة بقى، نسمع حاجة الفيروز، بما ان احنا كنا لسه بنلعب حفلة الفيروز، وعايز اتكلم عن المشروع ده بس بعد ما نلعب.
يا اخي يا اخي. طب كمل يا اخي. هو في حاجات حصلت يعني، حاجات يعني فيها في تغيير صح؟ انت ما تشرح لي، ما تشرح له اللي انا عايز اقوله. هو الراجل هيشرح لنا. لا هو بس زي ما كنت بتكلم، هو الواحد لما بيكون بيلعب لوحده بيحاول بس يعني يشد الودان منه، يلعب رينجز مختلفة، بيحاول يقول العرب نفسها بتاعت الغنى بطريقة مختلفة، بيحاول يحط تنويعات عشان اللعب ما يبقاش يلون مونوتون بالظبط، اللي هو اللي انت متوقعه تسمعيه بالزبط. فلما يحصل كده ودانك تتشد فتحسي صح. بس الملح وفلفل يعني. طب احكي لنا كده عن الحفله اللي انت ده مشروع جديد. يعني انا دايما بحب كل شويه اللي هو هنعمل ايه دلوقتي. يعني هنفضل قاعدين يعني حلو مود اوف عود حلو شغال، وانا دايما بحب اخده لليفلز اعلى. يعني احنا حاليا دلوقتي بنكتب اوركستريشن مع البيانيست اللي هو بيلعب معانا فراس نوح اللي بيوزع علينا الشغل، فهو دايما يعني حاليا بيكتب اوركستريشن للبروجكت، فخلاص ده شغال. فاللي هو هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ في صوت مصري يعني انا بحبه جدا، وصوت ليه شخصيه هايله ويعني خامه جميله جدا. البنت اسمها بتول العبد. احنا كنا اتقابلنا في حفله كده، طلعت معانا ضيفه، ومن ساعتها انا في دماغي الموضوع انه مش هيبقى كده وبس. وهي عاشقه الفيروز والعالم. بتول كانت في بند بتالي قبل كده صح ولا؟ بتول متهيألي ما كانتش في بند بشكل ثابت يعني. غنت مع كذا حد، غنت في اسكندريلا مع الاستاذ حازم. أيوة أيوة. وغنت قبل كده متهيألي في معهد الموسيقى مع فرق موسيقى عربيه وكده، فهي دايما بتتنقل يعني. فانا من ساعتها وحاطط في دماغي انه نعمل كده، وهي عاشقه الفيروز والعالم كله بيحب فيروز يعني. فابتدينا من شهرين كده انه يلا هنشتغل نعمل زي فيروز تريبيوت كده، وعملنا اول حفله الشهر اللي فات شهر 6 في مكان كده في وسط البلد. اتفاجئنا ان الحضور يعني المكان كان حاضر فيه زياده على الكاباسيتي بتاعته حوالي 30 40 واحد ما شاء الله. عملنا حفله لسه برضو اول الشهر ده نفس القصه، والناس عاجبها جدا الموضوع. فمكملين بقى في ده ان شاء الله شويه يعني. حلو قوي. طيب مايكل انا عايز اسالك على حاجه دلوقتي بالنسبه للعزف والمزيكا. النهارده انت بتميل لانهي لون من المزيكا انت تسمعه؟ عشان مش حكايه اني هيفيدني في ايه كعازف او كموسيقار او ان انا بألف. ذوقك يعني. الذوق بتاعك اللي انت بتسمعه كان ايه او بيبقى ايه دلوقتي؟ انا بحب الفكر يعني اللحن اللي انا دايما اللحن هو بيشد في من وانا عيل صغير. انا بسمع اللحن ممكن اقعد يعني وانا صغير مش فاهم حاجه، ممكن اقعد اعيط مش فاهم ليه، بس ودنك بتروح اكتر مع اللحن مش مع توزيع او مع ايقاع او مع كلام. كل ده مكملات العمل. بس انا السير اللحن عامل ازاي يعني، هو ابتدى من فين وحول راح فين وعمل الجمله دي فين. انا دايما مع الميلودي يعني. انا ميلوديك جدا. فانا بحب كل ما هو فيه فكر، سواء بقى طربي سواء يعني سواء شرقي سواء غربي يعني. حتى لما باجي اسمع كلاسيك هناك ما عندهمش طريقة التأليف بتاعتنا دي، انه الميلودي مش هو البطل. لا طبعا، هو العمل مبني يعني زي عمارة. احنا عندنا العمل كده ونقدر نقول عليه وهارموني وكاونتر بوينت والحاجات دي. فانت مش سامع لحن، انت سامع ملحمة. اول ما بسمع ده واحس انه في جملة موسيقية، ده يشد وداني. حتى لو بنى عليها الموضوع كله، زي مثلا فكره السيمفونيه الـ40 بتاعت موزارت اللي هي فيروز عملت منها يا انا يا انا، في جمله انا دايما احب ده في التيمه. ما انا ده لاحظته برضو في التيم اللي انت بتعمله يعني، مثلا المقطوعتين اللي انت عزفتهم بالزبط. في تيمه انت بتخرج هي بطل العمل. بس هي زي يعني العمليه اللي لعبتهم في تيمه هي بطل. فده ذوقي. فاي لون بقى، حتى لو كان راب يعني. لو راب انا بسمع كله 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 يعني، اطلق لخيالك العنان. فحتى لو نوع من الانواع اللي انا مش مفضله عندي، بس سمعت فيه جمله حلوه شغاله حتى لو في الباك جراوند هنبسط. طيب بما اني ما فهمتش ثلاث ارباع المصطلحات اللي انتوا قلتوها مع بعض، محتاجه بقى اسمع حاجه درس بقى. اسمع حاجه يمكن افهم. تسمعوا ايه؟ اللي انت عايزه. شهيصنا كده. نسمع ام كلثوم. ده مش شهيصة، دي سلطانة. ده المشروع. أيوة لا الشهيصة في الآخر. ماشي. هنلعب حياة دي هتنبسطوا منها في الآخر، نختم بيها عشان تبقى حلوة. حب أقول لنا بس يا كريم آخر بتاع إمتى؟
اخر تراك. ده المشروع الثالث اللي قائم حاليا، انه بنلعب موسيقى عربيه مع مجموعه، يعني في منها كان معانا وفي منها جديد، فبنلعب بقى موسيقى عربيه، مقطوعات موسيقى عربيه وبنغني بس يعني. حلو جدا. نمنم يا مطرعم يا حلو يا مسلطن. اقول لا، في شويه حركات كده اتعملت اهو اهو سمعتها حلو اهو ليه جواب. فهمت لازم يبقى ماشي اهم حاجه اتبسطت اتبسطت. مايكل، انت كنت بتتكلم على ان برضو الكنيسه كان ليها دور في تاسيس ودنك والكلام ده كله، واحنا في مصر برضو من الناس المحظوظه ان احنا الناتج السمعي بتاعنا طبعا كان الناتج السمعي بتاع الانشاد الديني والتواشيح والقرآن مع الكنيسة واللي بتعمله في الهارموني والأصوات وبنى الأصوات. الكنيسة النهاردة برضو اضافت لك إيه في عزفك؟ بص، إحنا الموروث الكنسي اللي عندنا كله موروث، يعني هو نقدر نقول عليه إيه، بالتلقين. يعني محدش عندنا في الكنيسة بيقولك تعالى خد النوتة دي. أيوه، هو بيقول لك اللحن ببقه. أيوة. بالذات احنا كمان الالحان عندنا ليها ابعاد مخصوصه جدا، يعني مثلا الليدي والميكسوليدي وال بس ده الغربي. ده الغربي، احنا عندنا احنا جوه مصر قوي. يعني مثلا في مقام اسمه مقام البيات او البياتي، في البياتي بتاع الكنيسه. ايوه في مثلا مقام اسمه او يعني منطقه اسمها مثلا السيكا او السيكا، في السيكا بتاعت الكنيسه، المقاس بتاع الكنيسه. وده انت يعني انت بتسمعه. يعني انت بتسمعه وتقوله من غير ما انت تكون قبل ما، يعني مش لازم يكون واحد بيعزف. أيوه. او طبعا لما درست وكده الموضوع نور شويه، في حاجات كتيره نورت، فبقيت فاهم الحته دي. لا ده هو كان هنا وحول، ده الله ده عم، فبقيت احلل شويه. بس وانا صغير انا اتربيت على الكلام ده، مش فاهم ايه هو. وده موضوع مهم جدا، زي مثلا ما التلاوه القرانيه، انت بتعلمك المقامات وانت مش بالزبط. انت مش يعني انت مش لازم تكون خريج معهد الموسيقى عشان تبقى فاهم، بس انت
حاسس انه في حاجه بتحصل اول ما تدرس ده هنا راح تنور بقى الفكره او الموضوع اللي انت فاحنا فعلا شعب محظوظ جدا بالموروث الديني بتاعه وموروث موسيقي بحت وغني بالزبط. جدا بالظبط. طب ما تيجي نسمع بقى حياه نختم كده نختم بحياه يلا بينا احنا هنختم على طول يعني هترجع تاني نسلم دلوقتي ولا ما نسلمش هنسلم بعدين نسلم كل وقت حياه دي بتاعت كيفن ابني وهو لما بحب الاسم ده قوي هو كيفن يعني شخص وسيم بالايرلندي معلومه كبيره بص الفخر انا سميت بقى الواد حتى هو بيقول لي بابي انت كيفن يعني لما يحب بيكون راضي عني هو لما اتولد فبحكم ان انا كان مودو في عود شغال وانا اصلا بالف وكده ففين الموسيقى بتاعته انا احنا الرجاله بيبقى لسه انا مش عارفه لسه يعني مش عارفه هو شخص مين غير هي مراتي مثلا هي خلاص بتحبه من اول ما بقى في بطنها قبل ما تشوف انت مين يا ابني بالظبط شويه وقت لسه شو وقته وذكريات يعني في حاجه كونكشن منتال كونكشن معاه فلما بقى كبر شويه كان عنده 3 سنين طلعت بقى حياه دي طبعا مش هلعبها كلها عشان الوقت بس الجزء ده لا التيمة دي اللي هو كان دم 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 بالظبط دي حلوة قوي ده بقى اللي بيتبني عليه الموضوع طبعا في جوه بقى فقرة تانية بس يعني تيجوا تسمعوه بقى في الحفلات ان شاء الله مايكل يعني اتبسطنا معاك قوي النهارده انا اكتر جدا كده والمزيكا بتاعتك حلوة ومختلفة اشكرك توفيق ليك كده ان شاء الله ومزيد من الحاجة اللي انت بتحبها دعواتكم ان شاء الله ميرسي ليك ونورتنا ويا رب دايما كده من نجاح لنجاح ونشوف مشاريع كتير من مشاريعك اشكرك شكرا انا اللي هخرج انا اللي هخرج طيب نشوفكم ان شاء الله ميرسي ايوه انا بتفاجئني ميرسي اتوتر في حاجه يا نوره والله ميرسي بصي بدا الجو يبقى حلو اهو بيرطب في الاخر ميرسي يا نوره واشوفك ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي باذن الله ان شاء الله نشوفكم ان شاء الله على كل خير في الحلقه من الاسبوع الجاي يوم الجمعه ان شاء الله